سالي، وصلنا لمحطتنا الأخيرة لليوم مع فنان سوري بنفتخر فيه وبيحبوه الكتار. ابتعد عن الأطر في الأداء وترك للعفوية أن تصيغ لنفسها مكانا في عالم الكوميديا، فاستطاع أن يصنع لنفسه اسما في وسط تتزاحم فيه الأسماء والدخلاء، لكن بخيارات درامية بقيت ثابتة استطاع أن يرسم الابتسامة، وفي خيارات أيضا درامية استطاع عبر تقمص شخوص درامية أن يترك أثرا كبيرا. الفنان يلي دائما مرحب في عبر شاشة الإخبارية السورية معن عبد الحق ضيفنا لليوم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك بعدنا بأجواء العيد. كل عام وأنت بألف خير. كل عام وانتم بخير، صباح الخير، وان شاء الله ايامنا كلها اعياد وافراح. وشكرا كثير على الاستضافه. أهلا الاخباريه وسهلا السوريه فيك. محطه عزيزه على قلبي جدا لاسباب كثير، وانا سعيد اني اكون ضيف عليها. شكرا جزيلا. أكيد نحن منتشرف فيك فناننا السوري الله معن يسلمك. يلي بترسم الابتسامة على وجوه كتار ومنه نحن. يعني الله يسلمك. قديش حلو إنه أول ما يشوف الواحد شخص بيبتسم، فهذا شيء ما هو بالسهل أبدا، هو شيء بيعتمد على طبيعة داخلية يمكن بتعكس للآخر فبتخليه يبتسم مما منا ما بيدور على الابتسامة. خلينا بأجواء العيد اللي نحن هلا فيها، ما زلنا فيها طالما في عطلة، من خلال تواجدك هيك بين الناس كيف ملاقي أجواء العيد السنة؟ هلا الحمد لله، هو سنة عن سنة يعني بالعيد وخارج عيد، لكن بالعيد بشكل أساسي بيتجلى هالمظهر هذا، استعادة الناس لحياتها، لتعبيرها، لعفويتها، لمشاعرها، لوجودها مع بعضها. شاهدت على محطاتنا السورية المتنوعة تقارير من محافظات القطر سوريا المختلفة، وجود العالم مع بعضها، استعادة نموذج الحياة الدائم اللي كانت سوريا فخورة فيه. الحمد لله هذا الإنجاز، يعني هذا التجلي المدني للإنجاز الأمني والعسكري، الحمد لله، يعني هو مصدر الراحة والطمأنينة ومصدر الشعور بأنه الحمد لله. هذا الفرح هو كمان عنوان من عناوين إنجاز النصر. فكل عام وأنتم بخير جميعا، والبلد بخير، وهي سوريا اللي منحبها الحمد أكيد. لله. يعني مع اللي بيشوفها صفحتك على الفيسبوك دائما أنت من الناشطين على السوشيال ميديا بشكل نعم، كتير من كبير. الناشطين بفتح الحسابات من كثر ما عم تتسكر الحسابات. يعني بهذا الموضوع دائما متابع لأي شيء سوري. نعم، خلينا نحكي عن هي حالة التعلق اليوم لا بسوريا. شك. شوفي، يعني نحن بلدنا في أسباب كتير لأنك أنت تحبي. ممكن بعض هي الأسباب توجد أو تكون متقاطعة مع أسباب ببلدان أخرى، أهلها يحبوها، هذا شيء عموما موجود إنساني موجود عام. لكن في مسائل أكثر، مبررات ودوافع أكثر أهمية وخصوصية لابن بلادنا وبلدنا تحديدا وسوريا تحديدا، انه يكون هو اكثر اصرار على هذا التعلق، يكون تعلق فيه اكثر تجذر. لانه هو يعني معلش، نحن كوننا على الاخباريه بنقدر، يعني انا احيانا بمحطات اخرى شو بيقولوا بفلتر الحديث بحيث ما يروح ياخذ المنحى، بس انا على الاخباريه يعني لا، عندي هذا لا في الهامش بعتبر شفافية اكيد طبعا. وتامة. لا بس هي الفكره الاساسيه انه نحن ببلادنا عندنا دوافع اكثر ربما لنكون اكثر تعلق، ليكون تعلقنا اكثر تجذر. مثل ما قلت، هذا بلد عنده قضيه، بلد قضيه، او على الاقل خليني اقول لك، هي قضيه من اسمى القضايا الانسانيه عموما. فانت مو بس على المستوى الجمالي بتحبي، وهو جدير على المستوى الجمالي، لكن ايضا على المستوى بين قوسين لا أدعي ذلك، لكن بالعموم على المستوى النضالي، على المستوى الانتماء، الانتماء في قضية، في قضية أنت صح بتربطك وبتعنيك، وهي أحد أهم أسباب شعورك القوي بالانتماء للبلد، هي هذه القضايا، القضية اللي هو التزم الدفاع عنها، القضايا العربية عموما والقضايا الوطنية بشكل خاص. فلذلك طبيعي يعني أنا بيسعدني ان يكون ابن هذا البلد، ربما هذا اهم الاسباب. يعني
تماما، يعني من خلال عفويتك، من خلال صراحتك وتواجدك بين العالم، استطعت انه تخلق كاركتر خاص فيك، بصمة خاصة فيك. يمكن بيميز انسان عن انسان هو بصمته بالحياة، ممثل، فنان، مذيع، كل انسان له بصمة بالحياة وكاركتر خاص بيميزه، العالم بتحبه، ولكن في عالم لا، بس الأكثرية هنا بيحبوا هيدي الصفة، العفوية، القرب من الناس، مشاركة الناس همومها. بيقول لك ايه مو شايف حاله، لا ليش نشوف حالنا، يعني هيدي الكلمة كثير بنسمعها، ايه مو شايف حاله. والناس بتحب الإنسان المتواضع، مين ما منا ما المتواضع دائما هو مترفع عن أي شيء. قديش العفوية مهمة بحياة الإنسان والفنان بين قوسين يعني. ايه لا شك، يعني هلا شوفي العلاقة مع الناس عموما سواء من خلال الشاشة أو بالحياة الواقعية لازم قدر الإمكان الواحد يحافظ على طبيعتها. كمان مرة أخرى نحن كثير أحيانا بنشاهد على محطاتنا ناس كبار بمواقع كبرى من المسؤولية، هم دائما يلتزمون التواجد مع الناس. رمز. تماما، والعلاقة مع الناس والتواصل معه، علما انه هن بمواقع مسؤولية كبرى. طيب الممثل او الفنان عموما هو يدعي دائما انه هو من خلال الاعمال الفنية يتحدث عن هموم الناس او عن مشاكل الناس او قضايا المجتمع. طيب من غير المقبول بعتقد كثير انه الناس تلمس مفارقة عنده، انه بالوقت اللي هو يدعي على الشاشه انه من خلال الدراما او من خلال لقاءاته انه هو مثلا يعبر عن ازمات الناس ومشاكلها وهمومها، فاذا به بالحياه يتعالى على الناس. بعتقد هي مفارقه اكيد من حق الناس انه ترفضها او تنقضها او انها تعلق عليها. لذلك يعني الاقتراب من العالم قدر الامكان طبعا، يعني معايشتها بأماكن مختلفة، بأماكن حقيقية، بأماكن البسطاء أكثر، هي المفروض أنه يعني يلتزم الشخص، خاصة إذا كان يدعي الحديث أيضا بقضايا عامة. في كتير مفارقات عنا أنه كتير ناس تتصدى لقضايا عامة سواء فنية أو غير فنية على مواقع التواصل بالوقت اللي هي يعني عندها حواجز أو عندها مسافة عن عامة الناس. طيب المصداقية هون يعني بعتقد انها يعني تفتقد بهيك حالات، فعسى انه فعلا الواحد يقدر يحقق هذا الشيء. والقصص اللي لها علاقة بالكوميديا كمان تستدعي كمان انك انت اقتراب من الناس. بالنهاية اي ممثل عم ينهل من هالعالم كثير من المفارقات، كثير من الاحاديث، كثير من المواقف. احيانا فقر الافكار الجديده بالدراما سببه عدم الاحتكاك الحقيقي مع الشارع. لما انت بتحتكي مع الشارع هو بيعطيكي نبع مثل ما بتقولي للافكار وللقصص وللحكايه بشكل حقيقي. فيعني الواحد يحافظ على هي المساله، مساله مهمه جدا يعني. يعني معا لما نسال الناس شو اكثر دور بيتذكروك فيه، بتعرف شو هو؟ أكثر باب الحارس، الصيف الأعمى، مع أنه هو كان دور بجزء أول لمسلسل يمكن امتد لأجزاء، وكان دور إذا ما فيني يعني بدي أقول هو ما أنه مصنف بطولة، كتير أثر. شو السبب؟ بتحس أنه الفنان اليوم هو عن جد بدور صغير قادر يبصم بذهن الناس، ما أنه بحاجة دور البطولة؟ هلا هو شوفي يعني إذا بدي لك شو السبب، هلا عموما يعني اعتقد انه دائما بكرر هذا الشيء، ما عندي مشكله بصراحه، اعتقد انه الاجزاء او الجزئين الاولين يعني من العمل باب الحاره اعتقد انه انتجوا بمنطق مختلف، يعني حتى الناس اللي اشتغلت فيهم اشتغلت بمنطق مختلف. ما قبل النجاح غير ما بعد النجاح، فهو لما اشتغلناهم كان لسه ما حدا عنده احساس انه ما حدا بيعرف انه والله هذا العمل راح ينجح النجاح، بالتالي العلاقه مع العمل كانت علاقه عفويه اكثر، اقل تجاريه، ذهنيه اقل تجاريه، وهذا الشيء ادى لنتائج ايجابيه اكثر مما صار فيما بعد. احيانا كثير انت يتاح لك الاعمال الشاميه عموما لها حضور ومتابعه.
هلا كثرتها اساءت الى مدري شو، هذا حديث طبعا يعني اكيد صحيح، لكن يعني كان لها حضورها وفيها ادوار دائما لها خصوصيه، من بيناتها الادوار اللي ما يسمى، بتعرفي الاعمال الشاميه في طابع ادوار نمطي، يعني السلبي والايجابي، الخير والشر، صحيح. فهي ادوار الشر القليله اللي فيها تترك تترك اثر يعني، فربما كانت فرصه من الفرص يعني اللي هذا بالنسبه للممثل قد يشكل يعني اغراء للدور اكثر ما انه دور تقليد، فربما هذا احد الاسباب يعني. وعموما كل الممثلين اللي كانوا موجودين بهذا العمل يعني حظيوا بنجاح وشهره يعني. صحيح. اكيد ناس من ورق ببساطه وكونتاك، هذا كان ابرز عناوين المسلسلات اللي حضرتك شاركت فيها بالموسم الرمضاني الفائت بعالم الكوميديا، هذا العالم يمكن اللي بيشوفوك الناس هيك قريب منه او هو حلم يعني لكثير. على فكره من الفنانين ما بتقدر تجسد كوميديا، يعني مو كل فنان بيقدر يجسد كوميديا، الكوميديا ما انا بالموضوع السهل ابدا، يمكن ملامح الوجه اسلوب الشخص ويحلم يكون بعالم الكوميديا اللي هو اقرب للضحكه للعالم، العالم هلا مشتاقه تضحك وأثروا عند الناس ملموس أكثر 100%، يعني هلأ العالم ما بدها الندب والبكي، بدها الضحك، فالكوميديا لوين بدنا نوصل بالكوميديا؟ وهذا الشيء بشخصية معن عبد الحق هلا ايه طبعا يعني هو طبعا جزء من خليني اقول نمط حياة ايه من شخصيتي كذا طبعا يعني، حتى لما درست بالمعهد وتخرجت وبدايات الاعمال اللي اشتغلتها كانت الخيارات الكوميديه هو جزء من رغبتي يعني. انا ما كثير عندي مشكله بانه احيانا بيفترضوا انه لازم الممثل انه تبع يحب الادوار كلها ويكون شاطر بكل الادوار يعني بهذا المنطق، انا ما كثير عندي مشكله انه لا، واحد ممكن يكون متخصص بشيء اكثر رغبه واكثر تميز بمجال معين. بالاخير انه الكوميديا ان شاء الله يعني انه تستعيد يعني انتاجاتها الجيده، مساله ما انا سهله مثل ما تفضلتي حضرتك اكيد يعني، لكن هي اعتقد انه كمان انا ما كثير بعتقد انها تكتسب، مساله لا تكتسب، هي عموما كفكره فينا نقول بالفطره ممكن تكون كفكره الموهبه عموما، هي مسائل انه ممكن تكون موجوده بالشخص او ما ممكن تكون موجوده، لذلك انا لا انصح يعني اللي ما بيلاقيها بحاله انه يجرب، لانه هي عموما نتائجها ملموسه وقاسيه يعني ردود افعالها. وهلا نحن صار عندنا مواقع تواصل، فالواحد حتى يعني لو كان مفترض بحاله او الناس مفترضه فيه انه هو كويس بالكوميديا بيبقى يعني مثلا ممكن يكون في شيء 100 تعليق لنفترض انه ايجابي تجاهه، بس في تعليق قايله نعم ما اساله فهو يعني بصراحه بيأثر فيه يعني بيقول يا الله يعني انه عن جد شو كان بدي بهالفوته يعني بعدك فيها مسؤوليه يعني. بالكومنتات السلبيه او التعليقات السلبيه ولا لا اكتسبت هيك لا ليك كله مؤثر لا شك يعني، حتى الواحد ما يقول لك انه درجة كومنت بدايقك ولا لا نتجاوزناها؟ لا لك بتاخذي بعين الاعتبار هلا بداية ما بداية، هي مسألة قد ايه بتحسي انه اللي كاتب عم يكتب بدوافع فعلا نقدية صح؟ اما قصة انه بيأثر ايه طبعا تعليقات تاخذي لانه بتاخذي انطباعات من العالم، بس بيبقى انا بقول لك شغلة بيبقى احيانا في شيء هون خليني اقول لك انه بيلعب دور اكبر، هي مساله النسبه والتناسب يعني انت مثلا مثل ما حكيت لما بيكون عندك اغلب التعليقات هي إيجابية. عم تتعامل بايجابيه هلا لانه بالنهايه ما في اجماع يعني ما في اجماع بعالم الفن عموما وبالكوميديا خصوصا ما في اجماع، انت بالنهايه ممكن كثير عالم تضحك لممثل كوميدي وتحبه بس يكون في رأي تاني طالع قايل لك انه لا انا هذا ما بقدر اتحمله، هذا موجود حتى مع اكثر الممثلين يعني محبه وجماهيريه عند الناس، فبالتالي الواحد ما بده يستنى من العالم كله انه بس انه مثل ما قلت لك انه تكون الكفه طابشه يعني اي بيقولوا ارضاء الناس غايه لا تدرك، يعني مو معقول شخص يحبوه الكل ما في لا حتى على عالم الفن ما فيه اجماع انه والله بكل الانواع الدراميه ما في اجماع على ممثل او نجم او انه حتى يعني على مستوى العالم بانه هذا يعني خلاص مطلق ما في يعني، دائما في شيء له علاقه بالذائقه وبالثقافه وبالتقبل يعني، ممكن حدا انت
تقدري تضحكي له حدا قد ما كان الناس بتشوفه ظريفة، انت عندك اسباب ما تشوفيه ظريف. صحيح. هذا يعني ما ممكن انه التحكم فيه. صحيح، هي حالة متفاوتة بين الناس واذواق العالم، في عالم بتتجه للكوميديا، في عالم بتتجه لمنحى اخر. مثل ما قلت، ودائما نحن بناخذ النقد البناء بعين الاعتبار، بس شو اللي بيأثر فينا؟ الكلام الكيدي يلي مثلا مدفوع له كثير، عم نشوفه على السوشيال ميديا. في دوافع أخرى موجودة أحيانا. السوشيال ميديا صفة جيد وسيء بنفس الوقت، هو كمان منطقة لتفريغ أحقاد وحسد صاير كمان. وبنفس الوقت لا، نحن ليش ما نستثمره مثل ما قلت للنقد البناء؟ أنا وقت يجي إنسان ينتقدني بصورة لائقة، بالعكس هو عم يعطيني شيء إلي لحسنه أنا. وأما وقت مجرد ما أنه بس يحكي أو مجرد أنه يشهر، فهو شيء كتير سيء، ويمكن هذا اللي بيأثر فينا. هلا أنا من المفارقات أنه هلا مثلا على قصة مواقع التواصل، أنه يمكن أنا صفحات الفنية أقل صفحات بتابعها. أغلب تركيزي أكثر على الاهتمامات مختلفة العلاقة يعني بمسائل سياسية أو بهيك، أكثر من المسائل الفنية. يعني قليل أتابع حتى الصفحات الفنية عموما قليل، إضافة لشغلة أنه يعني اهتمامات الصفحات الفنية، وهي فرصة لحتى يعني نقول ملاحظة، يعني حقيقة يعني ما عندك صفحات فنية ناقضة موجود، لكن ما أنا شعبية كثير تماما. يعني عنا الصفحات الشعبية هي المهتمة بالصاعدين والصاعدات أو بالصاعدات أكثر. ما يصطلح عليه الصاعدات يعني، فبغض النظر، فهي يمكن بتلم معجبين ومتابعين للصفحات. لايكات. إيه يعني أنت بتشعري بعد فترة إنه يعني مانك كثير معنية، إنه هذا يعني مانا مسألة لسوية فنية مهمة. صحيح. يعني إنك تتابعيها، لكن أحيانا يعني بتقريهم لغاية التهكم والسخرية. إيه موجود يعني. هذا الشيء ممكن. يعني في عندك نشاطات جديدة كمان، صرت زميلنا بالتقديم، نحكي عن تجربة التقديم. إذا بدنا نحكي الإذاعي في عندك اهتمام، والتلفزيوني. نعم. اليوم خبرنا عن هالتجربتين. هلأ هي جزء من اللي دائما أنا بقوله، عموما رغبتي بالاستجابة لكل أشكال العمل المتاحة ضمن سوريا، جزء من خيار أكاد أكون يعني حسمت الأمر فيه، إنه أنا ماني يعني بصراحة عن تجربة عم بحكي، وهذا شيء شخصي يخصني. أنا ماني كتير مع قصة إنه في إمكانية بالأخير لأنك تكون، أنا ماني ممثل دبلوماسي. عموماً الصفة العامة للفنانين والممثلين هي إنه الدبلوماسية والابتعاد عن المواقف الحادة وكذا، لا تمشاية المصالح يعني. صحيح. أنا ما كتير من أنصار هي المدرسة، عرفتي كيف؟ فلذلك يعني تقريباً أخذت قراري بإنه ما هو متاح ضمن سوريا سيكون مجال العمل، غير عابئ بما يترتب ربما من طموحات بأماكن أخرى وهيك، لأسباب العلاقة بقناعاتي. صحيح. وبالتالي جزء من هذا الشيء الاستجابة لكل فرص العمل. هلأ هذا شكل من أشكال العمل، ربما سابقاً أنا ما أرغبه كتير، وأنا حدا بيحب أنه الممثل يضل ممثل، بحب التخصص. ما كتير أنا دائماً كنت أقول أني ماني من أنصار أنه الممثل يعمل يظهر بشكل آخر غير مجاله، مهنته الأساسية. تمام، غير مجاله. هلأ نحن بلشنا بهذا العمل، مثل ما حكيت أنا أسباب، يعني من أسباب استجابتي له، بلشنا فيه ضمن نمط له علاقة مثل ما تفضلتي بالتقديم. في أشياء حلوة أنا حبيتها فيه للأمانة. فريق العمل مشكوراً، بقول لهم صباح الخير وكل عام أنتم بخير. اختار، شوفي نحن بوقت بالإعلام في عنا مفهوم العولمة، عم يطلع برنامج لنفترض بأمريكا الملعونة أمريكا يعني. يعني مثلا، فنحن بفترة العولمة عم نجي نستدعي محطاتنا العربية عموما تستدعي هذا البرنامج وتستنسخه وتعمل عالم. طيب عموما أنا لي رأيي، يعني هاي البرامج تنتج بمجتمعات مختلفة عن مجتمعاتنا وبمعايير مختلفة، وأنا ضد استنساخها بصراحة، وضد فكرة العولمة الإعلامية هاي. هلأ إحدى الشغلات اللطيفة أو المميزة بالنسبة لي بهذا البرنامج هو أن البرنامج لا يمت بصلة لشيء، يعني ما نو حدا مثلا أنا جاي عم قلد برنامج أميركي ولا برنامج أجنبي أو برنامج عربي مستنسخ أو كذا، لا هو فكرته محلية بحتة بسيطة. نعم. جدا الفريق العمل يعني اقترحها واشتغل عليها وبحث عنها. رحنا إلى مقهى بسيط في دمشق،
قريب من الناس، يمكن بيشبه شخصيتك اللي نحن متعودين عليها، القرب من الناس. وهو انا عندي محبه لقصه ما قلت لك انك انت الخصوصيه، انك انت تروحي عكس العولمه، انك تروحي للشيء الخاص، الشيء القريب من بيئتك. هلا هذا الشيء مع الوقت انت بتحسي انه عم يلاقي عند العالم قبول. طيب انت ما انك مضطر تروح تستنسخ برنامج وتعلي شلون تجيبه من هاي المحطات وكذا، لا اعمل انا انه انا مساير للحال، فيني اعمل بصمتي، لا فيني ابحث عن هويتي. هذا برنامج على بساطته فيه هوية، فيه هوية مكانية، فيه تاريخ. نحن أمام سور قلعة دمشق، أسوار دمشق العالية أمام تمثال صلاح الدين قريبا من سوق الحميدية. حلو. إضافة لمثل ما تفضلتي القرب من المجتمع، من الناس، هذا الشيء أعتقد أنه بيلامس العالم. أكيد. وهو بالنسبة لي كان مميز. يعني يمكن لاحظنا مع أنه ما في حياد يا أبيض يا أسود، مع التخصص، مع الشغلات، يعني ما عندك مثل ما بيقولوا. لا ما في حياد، لا. وأنا أصلا فكرة الحياد حسيت أنه ما في حياد، وخاصة قلت لي أنا ماني، هو الدبلوماسية مطلوبة ولكن مو بالعمل الدبلوماسية، مو بالعمل كيف بدنا نقول، مو أنه بالحياة التعامل في عمل معين ما بيتطلب الدبلوماسية، مثل أنه مثل ما قلت يا نكون هيك يا لا هيك. في مسائل، شوفي رح لك شغلة، الدبلوماسية كمفهوم بالعلاقات الاجتماعية تماماً. هي طبعا شيء موجود بحياتنا كلياتنا ومنمارسه، لكن أنا هون عم بحكي عن قضايا مفصلية وجوهرية وفيها مفارق طرقات. لا بالنسبة لي، ما أنا عم بحكي عن حالي، أنا بالنسبة لي لا يمكن أني أتماهى مع خيار مناقض لقناعاتي، ما فيني وماني مضطر، وحتى لو مضطر يعني بس ماني مضطر على مستوى شخصي، يعني بمعنى أنه أنا قناعات، أنا ما خلص في خيارات وفي حدا بيتحمل مسؤولية خياراته هي، وبدأ يترتب عليها مواقف من الأشخاص، وبالتالي هذا خياري بوضوح وبعلنية، ويعني كل ما يترتب عليه أتحمل مسؤوليته. أكيد. بدنا نتشكرك اليوم كنت معنا بهي الدردشة الصباحية، وأنا واثقة كنت كتير قريبة لقلوب الناس اللي عم تحضرنا. شكرا كتير لك، وكل التوفيق بأعمالك المستقبلية. شكرا لكم، صباح الخير، وشكرا للإخبارية السورية العزيزة، وتحية لكل العاملين بالإخبارية، وشكرا جزيلا، كل عام وانتم بخير وجيشنا وقائدنا بخير. تحيتنا لك، كل الشكر لك، شرفتنا ونورت صباحنا لليوم معنا. شكرا. عبد الحق، ان شاء الله بنشوفك محل ما بدك وبالمجال اللي انت بتحبه، وهيك نشوفك بين العالم وبعيون العالم اكبر واكبر. شكرا جزيلا. شكرا.